ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض وبنطلع اللانشون اللي احنا سيبناه يستوي وبرد كمان اهو معانا. وعايزه اقول لكم دكتوره يسرى داخله بتقول لي معلش طب ادوق واحده عشان ابقى بتكلم بجد ان هو حلو ولا لا، فدقت قطعه صغيره قالت لي بجد طعمه احلى من بتاع الشارع، والله مش بتجاملني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي. وافتحي انا قاعده مستنيه. افتحي افتحي انا هاخد واحده ولا اتنين للمدارس وانا مروحه. لا انت وفرتي عليهم كتير جدا جدا جدا، وحاجه في البيت صحيه وامنه ومضمونه. اهم حاجه انها مضمونه. حاجه مضمونه. عارفه بتتعمل من ايه؟ ايوه صح. اللي بره بقى احنا مش عارفين هي معموله من ايه. اه مكان بقى وحاجات كده مش يعني مش هنتكلم. احنا زي الفل وتمام. بس احنا نبقى ضامنين بس اللي احنا بناكله لاولادنا. ده عشان بقى الدراسه داخله. اه. بنبدا سنه جديده. ايوه. وعلى فكره هي الامهات هي اللي بتتعب اكتر من الولاد. هي تفكيرها هعمل فطار ايه الصبح؟ طب سندوتشات ايه الصبح؟ تبدا طول اليوم بتفكر هنعمل ايه. بتبقى متوتره فعلا لان اولادنا بيبقوا عندهم حته اللانشون والمصنعات دي اساسي. يعني ما اعرفش ليه يا دكتور، يعني يسيبوا كل حاجات الصحيه ويقول لك انا عايزه لانشون، انا عايزه تركي، انا عايزه مش عارف. فالحاجات دي كلها كأم بترهقنا نفسيا ان احنا بنبقى قلقانين، وساعات بياكلوها وبيحصل لهم اعراض مش لطيفه، بيتعبوا جدا جدا. لان مش كل الاماكن بتبيعها 100% حلوه. بصي هو عامه ما فيش اي حاجه مضمونه دلوقتي. دي المضمون جوه البيت. صح. بيتك انت عارفه بتعملي الحاجه نظيفه ازاي، الحاجات دي امنه لاولادك ولا لا، فانت بتبداي تجربي والحاجات. صح. دي سريعه وسهله ومش بتحتاج مكونات كتير. لا كمان عايزه اقول لهم حاجه مهمه يا دكتور عشان برده ما نبقاش بنضرب في اي صناعه. لا في منتجات بتبقى في مصر معموله بكواليتي عالي جدا، لو في اي منتج انا شفته قصادي صادفني بالصدفه ولقيته حلو هطلعه معايا وهتكلم عنه. مش معنى ان انا بعمل مصنعات في البيت معنى ان انا مش هاكل من بره، اللي من بره بس في حاجات موثوق فيها. هقول لك حاجه، اي حاجه ما ينفعش طول الوقت اكل من بره. بالظبط. يعني مثلا مره في الشهر هاكل من بره، مرتين في الشهر. أوه. ده الناس اللي بتعمله طول الوقت تلاقيها بتاكل من بره جانك فود، كل الحاجات دي بتزود في الوزن على الفاضي وانت مش عارفه ان الحاجه دي معموله ازاي. عشان كده احنا بنتخن بسرعه جدا جدا. النهارده هقول لك ازاي تاكلي كل اللي انت عايزاه من غير ما تتخني وبدون حرمان. يعني الفينو ده طبعا دكتور الدايت هيقول لك ايه؟ ممنوع. لا هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا حلو عاملينه في البيت اهو. عاملاه بايه؟ بدقيق. ايوه هتعرفي قولي. بدقيق ابيض. ايوه. لا وشويه خميره وشويه بيكنج باودر بس. اه مش حاطين فيه سكر؟ معلقه صغننه. طيب ماشي. يعني حاجات كلها بسيطه. طيب تسلم ايدك اولا. اولا عشان اديكي من القطعه اللي طالعه دي. بصوا بصوا عايزين بس نستعرض الجمال ده. بصوا بصوا منظر اكننا جايبينه من بره بجد ولا يا دكتور؟ احلى من بره بجد بامانه. عايزين بس نجيبه بعد اذنكم عشان بس تشوفوا الجمال والحلاوه دي. ايه رايك؟ تسلم ايدك. هديكي واحد وانت بس. خلاص مش هفك لك ده. ليه؟ خلاص. لا 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 خلاص ده للولاد. تعالي بس هدوقك بقى من العظمه دي. بصوا وبتقطع زي بتاع الشارع يا دكتور، والله مش هيقول لك لا. بصوا انت عارفه البتاع دي كلها قد ايه اصلا من بره لو جبناها؟ ايوه دي بترشيني على فكره. ايوه على الهواء. تسلم ايدك. تسلم يا حبيبتي. هو تحفه. انا اصلا ضايقه قبل الهواء. فهو حلو جدا. تسلم ايدك. حاجه نظيفه معموله في وقت يعني قليل، مش هياخد طول اليوم عشان اعمل حاجه في البيت. فالنهارده هقول لك كلي بقلب جامد، وكلي بقلب جامد بجد. ما تحرموش نفسكم من حاجه. الفينو ده او العيش او الحاجات دي كلها الدكتور دايت بيقول لك ممنوعه. ليه؟ عشان الحاجات دي. انا عارفه ان انت عايزه تتكلمي مش هتعرفي تاكلي وانت بتتكلمي. حطيها جنبك. طيب. هنا في اي حته وبعد الحلقه بقى نعمل سندوتشات. سندوتشات والحاجات دي على فكره بتاكل جدا. ده حقيقه. فالنهارده بقى جايبه لك ايه؟ بوكس السعادة. حاجه بقى جايبه لي ايه؟ السعاده كلها. الكورس فعلا اللي انتوا بتطلبوه دايما بتكلمونا انا عايز بوكس السعاده اللي فيه كل حاجه هتقدر تنزلني في الوزن من غير ما اكلمكم تاني واطلب كورس كمان. ليه؟ لان انا بقول كوكتيل التخسيس النهارده معايا. يعني ايه؟ يعني حاجه بتنزل في الوزن، بتسد الشهيه، بترفع معدل الحرق، وكمان بتنحت شكل الجسم وبتثبت الوزن بعد نزوله. يعني ايه عزه؟ يعني انا مش هحتاج ان انا اكلم الفريق الطبي الشهر ده اطلب منه كورس تخسيس. طيب. وارجع اكلمه الشهر تاني عشان عايزه كورس نحت، وارجع اكلمه اخر شهر عشان عايزه اثبت الوزن اللي انا نزلته. حلو. النهارده كله مع بعض كورس كامل متكامل، في حاجه بتسد الشهيه وبترفع معدل الحرق وبتنحت شكل الجسم وبتثبت الوزن بعد نزوله. يعني ايه؟ يعني كل كيلو انا بنزله ببدا انحته واثبته على الميزان. احنا مش هنتخن تاني لان انا طول فتره الكورس ما بحرمكيش من حاجه، مفيش حرمان. طيب كل الكلام ده جميل وانت جايبه لي النهارده 3 في 1.
يا ترى هيبقى سعره غالي عليا؟ ما دي السؤال المهم بقى اللي احنا لازم نروح له. يا ترى هيبقى على قد الايد؟ طب هو اقتصادي؟ طب انتوا عاملين عليه خصم؟ النهارده جايبه لك الكبسوله الجديده، الماده الفعاله فيها قويه جدا جدا، ان هي تبدا تكسر الدهون سواء في منطقه الكرش الكبير والجناب والارداف واللغد والكتاف، كل الاماكن دي هتبدا تنزل معايا النهارده بكورس كامل متكامل. طيب الكورس ده عباره عن ايه؟ انا بشتغل يا عزه على اول حاجه ان انا اقفل بوقي. طب انا ما بعرفش اعمل كده، انا طول الوقت حاسس ان انا جعان، المعده بتاعتي بتديني اشاره ان لازم املى المعده عشان احس ان انا شبعت. طيب انا مش بعرف اعمل كده، يعني انا قدامي فينو هلاقي واحد ورا التاني ولا ورا التالت، مش هحس بنفسي وهطلع على الميزان هلاقيني زايده في الوزن، والوزن ده انا مكلت حاجات بسيطه جدا وما اكلتش حاجات فيها كربوهيدرات ولا الحاجات دي كلها. طيب النهارده هقول لك كل اللي انت عايزاه، ما تحرميش نفسك من حاجه، بتحبي السكر او بتحبي الحلويات كلي منها، لان قبل ما تاكلي منها خدي الكبسوله. حلو. وراها كوبايتين ميه. قفلت الشهيه تمام. قفلت الشهيه. قدامي طبق بسبوسه انا هاخد منه قطعه واحده، كلت واتبسطت وما حرمتش نفسي من حاجه وما زدتش في الوزن، بل بالعكس انا عمال بنزل في الوزن. طيب النهارده 30 كبسوله عليها خصم خرافي، 70% خصم. حلو قوي. 2/7 لـ40 و50% النهارده جايبه لك كورس كامل متكامل 3 في 1 النهارده بخصم 70% بس لاول 200 متصل بس. لاول 200 متصل 70% نتكلم. لا حلو حلو. 70% دي ما تخليش بتبصي لي وعايزه عايزه رد فعل ليا، يعني عايز تشوفي هتناقش معاها في الموضوع لا ما كل مره لا 50% خصم. طب 50 ده قليل قوي، انا متابعيني بيبقوا عايزين يستفيدوا بالخصومات. لا انا بقيت اتناقش معاكي قدام الكاميرا، انا بتناقش معاها ورا الكاميرا قبل الكاميرا كده عشان ايه اوصل معاها لحل، ما انا قدامكم مش عارفه اوصل لحل بقى. بصي جمهورك طبعا بيحبك، بحب الوصفات اللي انت بتعمليها السهله البسيطه وعايزين يطبقوها بس خايفين يتخنوا. اي حد زايد في الوزن ايا كان وزنك وحالتك الصحيه، وايا كان عندي غده درقيه، مشاكل في الرحم، مشاكل في المراره، عندي مشكله في الحرق، النهارده جايبه لك وحش الحرق كورس كامل متكامل. هرفع معدل الحرق بايه معايا النهارده؟ نقط لرفع معدل الحرق 6 أضعاف. حلو قوي. مش 4 أضعاف زي الكورس اللي كان القديم معانا، احنا كل 7 شهور يا عزه بنبدا نعلي الكفاءه. كبسولات 70% معانا هدايا ثانيه. طيب دي بقى لحد كام؟ انا عد 1 2 اكيد 2 اكيد 2 يعني النهارده 70% خصم على ال 30 كبسوله مع شحن مجاني ومتابعه مجانيه و4 هدايا. الله مفيش كلام، مفيش ان انا ما قالتليش الكلام ده بقى، هي قالت لي ايه الخصم، فانا سكت وخرجنا من الفصل. 4 هدايا عزه النهارده مفيش كلام، لازم اخد الخطوه النهارده. معايا هدايا قيمه جدا جدا جدا. طب الهدايا اللي معايا عباره عن ايه؟ معايا النقط اللي هترفع معدل الحرق 6 أضعاف، يعني بديله للرياضه، بديله للحركه، يعني لو ست بتتفرج علينا دلوقتي وزنها زايد وعندها خشونه في المفاصل ما بتقدرش تتحرك او تنزل او تطلع، النهارده النقط دي ليكي انت، بترفع معدل الحرق 6 أضعاف اكني لعبت رياضه او مشيت لمده 2 ساعة في اليوم. يبقى انا ما عملتش مجهود، ما حرمتكيش من حاجه، ما قلتكيش انزلي الجيم، ما قلتكيش اعملي لي حركه، جايبه لك بديل الرياضه والجيم في البيت، جايبه لك بديل الحرمان في البيت. طيب معايا ايه كمان معايا النهارده؟ انت قلتي حتى سكر، واكيد الاكله دي هتبقى عايزه شاي بلبن، وشاي بلبن عايز سكر او نسكافيه او قهوه، كل الحاجات دي بتحتاج لسكر. والعصاير طبعا بتاعه الصيف بتحتاج لسكر كتير جدا جدا عشان اظبط طعم الحاجه. معانا سكر معايا علبه سكر كامله تكفيني اكتر من 3 شهور. طب عايزه اقول حاجه مهمه بالنسبه للسكر يا دكتور، دايما الناس اللي بيجي يعملوا دايت او ياخدوا الكورس فبيبقوا متخيلين ان السكر ده مش بيحلي. مظبوط. او طعمه بيبقى وحش او طعمه او بيغير طعم الحاجه او بيدي طعم، يعني مثلا لو بشرب شاي مثلا فمش هيبقى هيعمل اجزه مثلا في الشاي. مستحيل. صح. فعايزين السكر نوضح الحته دي، السكر بتاعنا عشان الموضوع ده مهم. مظبوط. طبعا السكر بتاعنا بيقعد معاكي اكتر من 3 شهور تقدري تحطيه في الشاي والقهوه والنسكافيه والحاجات الحلوه، وكمان لو انا عايزه اعمل كيك او بسبوسه اقدر احط فيه، يعني يقدر يخش الفرن معايا بيحلي طعم الحاجه وزيرو سعرات حراريه، ما بيغيرش طعم الحاجه، كانك حاطه سكر من السكر الابيض العادي بس من غير ما تتخني، وفي نفس الوقت ما حسيتيش ان انت في اكتئاب الدايت اللي ممنوع سكر، ممنوع نشويات، ممنوع بروتين، لا انا الجسم بيحتاج لكل ده طول اليوم. طيب انت بتيجي بالدايت تعملي ايه؟ بمنع بمنع بمنع. تفضلي اسبوع نزلت كيلو، برجع طبعا اكل يوم الفري الاكل اللي انا اتحرمت منه، فبرجع الكيلو مش برجعه لوحده، انا برجع 2 أو 3 كيلو على الاقل، لان انا باكل كل حاجه اتحرمت منها طول الاسبوع. معانا مفيش حرمان، السعر اقتصادي جدا جدا النهارده، لان انا النهارده عامله لك خصم 70% على ال 30 كبسوله. يا ترى ال 30 كبسوله دول هينزلوني كام كيلو؟
مش هيبقى اكتر من 15 مثلا، 20 كيلو على الميزان وفي مقاساتك وانا النهارده وتغيير في طعم انت مش مش مصحصحه معاكي ولا ايه؟ لا بس انا مش متوقعاتي مش جايبه، لان ما شاء الله يبقى خصم 70% ان يبقى الوزن ينزل اكتر من 15%، ما شاء الله هي جايبه حاجه فعاله والمفعول بتاعها يعني فوق توقعاتي بشويه كتير. مظبوط. 20 كيلو يا عزه الناس تتفرج علينا هتتخض. 20 كيلو ازاي؟ انت بتقولي مش تحرميني من العيش ولا المكرونه ولا الرز ولا تخليني اعمل مجهود. النهارده جايبه لك بديل المجهود. طيب ايه هو البديل المجهود؟ 3000 سمره من التوت البري جوه النقط بتاعتي. 10 نقط على ربع كوبايه ميه. انا لعبت رياضه وعملت مجهود لمده ساعتين، حرقت الدهون القديمه والجديده. ما انا ما حرمتكيش طول فتره الكورس ان انا حرمتك من حاجه واحرمتك من العيش او الرز او المكرونه، لا بتاكلي منها، بس انا عايزه احرق القديم والجديد. بايه؟ بالنقط اللي بترفع معدل الحرق 6 اضعاف المعدل الطبيعي. معانا النهارده سكر دايت يكفيني اكتر من 3 شهور، اقدر احطه في كل حاجه، بعمل عصاير لاولادي مش عايزه احط لهم سكر كتير. السكر طبعا بيعمل مشاكل كتير قوي في المعده وبيجيب كرش من اول 15 يوم. الكرش هيتنسف تماما. بديلك بديل السكر الابيض، لان السكر الابيض والملح هم اكتر حاجه بيعملوا كرش، اكتر حاجه بينفخوا الجسم. بلاقي املاح كتير، طب انا مش عايزه الاملاح، مش عايزه ميه تحت الجلد، مش عايزه يبقى عندي مشكله في الغده الدرقيه او المراره، او ان انا عندي مشكله في الحرق عامه، او سني معدي ال 30 سنه، او انا شخص طول اليوم ما باكلش بس باجي بالليل اكل. طيب انا اكلت ونمت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي هلاقي كرش طبعا. انا اكلت والدهون دي ما اتحرقتش ونمت على طول، مفيش مكان ان هي تتحرق. هتروح فين؟ هتروح تعملي كرش، هتروح تعملي جناب، ارداف. طب يا دكتور الحاجات الحلوه اللي انت جايباها النهارده، بصي فرحانه زي المتكسره. الحاجات الحلوه اللي انت جايباها لنا النهارده، ايوه عايزه ايه بقى؟ 70% بلس ان في 4 هدايا يعني، والوزن اللي احنا متوقع ان احنا ننزله من 18 ل 20 كيلو. من 18 ل 20 كيلو. طيب طبعا هنجيب الكلام الحلو ده كله منين؟ من خلال الصفحه اللي هتظهر معانا على الشاشه حالا، وكمان ارقام التواصل هتبقى تحت الصفحه، ومعانا خدمه الواتساب، الخدمه الشحن مجانا والخدمه الطبيه مجانا. يعني عظمه النهارده عظمه. واتاكد يا عزه ان الكورس اللي هيوصل لي ده امن مليون في الميه. ازاي؟ العلبه بتاعتنا اللي بتوصل لي بتبقى عليها العلامه بتاعتنا، العلامه المائيه. طيب. جوه العلبه جواها كارت الخدش، الكبسوله ذات نفسها مختومه، الحاجه دي امنه مليون في الميه، هتبدا تظبط معايا لو عندي قرح في المعده، لو عندي اي مشاكل، لان جواها اعشاب طبيعيه تبدا تصلح داخليا وخارجيا. يبقى انا النهارده الهدايا بتاعتي 4 هدايا يوصلوا لي مع الكورس اللي عليه خصم 70% النقط، ومعايا النهارده علبه سكر كامله، والقهوه الخضراء اللي هي الجرين كوفي بيطلبوها يا عزه بالاسم. خلصوا الكورس، احنا عايزين القهوه الخضراء لوحدها. طب انت مخلصه الكورس، انت عايز تعملي ايه تاني بالقهوه الخضراء؟ لا طعمها حلو، بتنقي الجسم من السموم، واي املاح انا اكلتها بتبدا تطردها، بتهدي الدنيا معاهم، بيحسوا بان في نتيجه حلوه، فهم حبوا المنتج فبيعايزين يكملوا فيه، بما انه ما فيش اي اضرار، بالعكس ده بيفيدهم في جسمهم، فهم الناس بيبقوا حابين. طب انت لازم بقى تزودي لنا الكميه. القهوه الخضراء طبعا بيطلبوها بالاسم فعلا يا جماعه، والله غاليه جدا 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 ان انا احطها لك هدايا، دي طبعا ما بتحصلش دايما. الحاجه الكواليتي عاليه قوي، احنا زودنا المواد الفعاله، كنا بننزل في الاسبوع 3 كيلو بالكورس القديم، النهارده الكبسوله الاكسترا الجديده بتبدا تنزلني بدون مجهود ولا رياضه، بتبدا تنزلني 5 كيلو كل 7 ايام. طيب الكورس متاح من سن كام؟ من سن 12 سنه لحد 75 سنه. ما اقدرش يعني الناس اللي عندها اي مشاكل صحيه هتقدر تاخد الكورس اريحيه من غير اي مشاكل صحيه. طب تيجي يا دكتور يلا. نشوف حالات قبل وبعد مع بعض ونشوف التعليق الدكتور عليها ايه. بصي بقى السن الكبير يعني أيه. الناس اللي بتقول انا سني صغير مش هقدر اخد الكورس، او انا سني كبير عندي مشاكل صحيه مش هينفع معايا الكورس، لا هناخد الكورس. شايفين بقى الرشاقه؟ 43 سنه. هي دي سنها مش صغير، 43 سنه. بس ما شاء الله بس النتيجه صغرت. حلوه. فانا نلبس بناطيل مش قلقانين ان انا يبقى عندي جناب او ارداف او عندي كرش كبير. نازلين بقى كام بقى يا عزه؟ نازله معايا 37 كيلو في شهر ما شاء الله. مع الفين طلعي طلعي كمان لو عندك حاجه كمان. انا عندي فينو بس اهو طالع اهو زي الفل. شفتي انتاج اهو. يعني انت عامله فينو وعامله لانشو. بصوا يعني تحفه، احنا عايزين نجيبه بس. دي كلها حاجات انتاج اليوم، يعني هي انتاج الحلقة. وقت ولا مجهود وقت. ولا اي حاجه. دي حقيقه. طب دي حاجه حلوه، نقدر نعمل الاحجام اللي احنا عايزينها، يعني ده حجم كده وسط، نقدر نعمل حجم اصغر او حجم اكبر زي ما احنا عايزين.
بنضاعف الكميه. بنضاعف الكميه طيب حلو قوي زي ما احنا عايزين. طب ازاي اكل الفينو يا عزه وما تخنش؟ طب انا اصلا وزني زايد معدي ال 100 كيلو، انت لما اعمل الفينو ده وهعمله سهل في البيت فهبدا اعمله على طول، مش هنشتريه من بره، فهتلاقي اللي انا بعمله كتير بعمل بزيد في الوزن. دي حقيقه. طيب النهارده هناكل بقى حضرتك معانا عشان نحل يعني انا اتخن وانت تخسسي. طيب حلو قوي تمام. وعاملين خصم كبير جدا جدا جدا، 70% خصم لاول 200 متصل ليهم، الخصم الكبير ده ليهم شحن مجاني لكل المحافظات. كمان النهارده المتابعه مجانيه مع الفريق الطبي، ببدا اكلمه دكتور. أيوة. لازم تبقي معايا، هو سخنه بس لازم حد يجي معايا هنا. بصوا الفراغات، بصوا الفينو من جوه عامل ازاي، عايزين بس نجيب الشغل ده سخن جدا. بصوا الفينو من جوه عامل ازاي، يعني احلى من اللي بنجيبه من بره. سهل وسريع ما شاء الله، تحفه. نعمل ايه بقى، ناخد قطعتين كده اهو. وانت حاطه مخللات بقى جنب الحاجات دي؟ ده لازم، يعني املاح بقى وميه تحت الجلد. ده لازم. طب وهنيجي نعمل ايه وهنتخن يا عزه؟ ده في القلب مش في المعده على طول. بصوا المنظر تحفه. تسلم ايدك، انت دايما بتعملين حاجات مختلفة، حاجات سهلة وبسيطة نقدر لو احنا بنشتريها بفلوس كتير من بره وهي مش حاسة ان هي آمنة او هتبقى كويسة على اطفالي، بقدر اعملها في البيت تكلفة قليلة من غير ما ادفع كتير، من غير ما انزل او اطلع او اشتري الحاجة دي. لا، النهاردة هتبدأي تاكلي اللي انت عايزاه وهتبدأي برضو وانت قاعدة في البيت تخسي، يعني احنا وفرنا عليكي وقت ومجهود وفلوس كتير جدا جدا. الكورس اللي معايا ده يقضيكي 30 يوم، في ال 30 يوم هتقدري تنزلي معايا 20 كيلو بالضمان، معاكي دكاترة على اعلى مستوى بيبدأوا ياخدوا حالتك، انت سنك كام؟ وزنك كام؟ جربتي دايت قبل كده ولا لا؟ طب جربتي ادوية قبل كده ولا لا؟ لان احنا لو جربنا الحاجات دي بيحصل ثبات في الوزن. انا عايزة اكسر ثبات الوزن. النهاردة مفاجأة كبيرة قوي لكل الناس اللي هتتفرج علينا، معايا الكريم السحري بجزيئات الذهب بالكولاجين والالوفيرا، ده هيشد الجلد. عندي كرش جناب ارداف لسه والده عايزه اشد البطن، النهارده الكريم السحري معايا النقط ومعايا البيت سكر دايت ومعايا القهوه الخضراء، ده غير ال 30 كبسوله اللي عليها اوفر 70% النهارده وبس. وكل الكلام ده 70% خصم. والكريم بقى طبعا بيطلبوه بالاسم الاساسي، اه طبعا مع القهوة الخضراء اللي احنا ما بنستغناش عنها في كل مكان، وفي ناس كتير فعلا استخدمتها وما بقتش تعرف تبطل انها تشربها، فما شاء الله العرض حلو جدا ما فيهوش كلام. مش عارفه تناقش، ما تتكلميش بقى معايا النهارده. بشكرك جدا يا دكتوره يسرى، كانت منوراني مشرفاني النهارده، وعملنا مع بعض طريقه اللانشون البيتي الاقتصاديه اللي ما فيهاش ضرر لاولادنا خالص، وعملنا طريقه الفينو نقدر نكبر ونصغر الحجم زي ما احنا عايزين. اهم حاجه العجينه، وزي ما قلنا اهم حاجه وقت التخمير بتاعنا او وقت تريح العجينه بتاعتنا في كل مرحله من المراحل بتاعتها. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه النهارده وعجبتكم، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله مفيده وتكون فيها معلومات تفيد ولادنا وتفيدنا كمان، ونعمل حاجات لمرحله المدارس تكون كويسه. وسنه سعيده عليكم جميعا يا رب، اشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.